هاتف ينضم معنا من الرياض المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد بن علي الحسين. أستاذ أحمد، شكرا لوجودك معنا في إم بي سي في أسبوع. وقياسا على هذه القضايا، ما هو مصير 600 مليون ريال التي تم الحجز عليها، وهل ستقوم الهيئة باسترداد تلك الأموال؟ أهلا أستاذ، أهلا بك وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات. مثل ما تفضلت أستاذي، مصير هذه المبالغ طبعا الهيئة تقوم أو قامت بحجز التحفظ على تلك الأموال وفق ما يقضي بنظام الإجراءات ولائحته التنفيذية، وهي بلا شك أيضا معنية باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من خزينة الدولة بدون وجه حق واستعادة هذه الأموال عن طريق القضاء بصدور حكم قضائي. واضح. أستاذ أحمد، كيف تمكن المقبوض عليهم من الاستيلاء على كل هذه المبالغ الضخمة؟ حقيقة هم استغلوا الصلاحيات اللي ممنوحة لهم في طرح المشاريع وترسيتها، وهذا الاستغلال أيضا جاء في ظل غياب رقابة الجهة وعدم متابعتها لتنفيذ مشاريعها، فبالتالي نتج عن هذا استغلوا هالعقود وهالمشاريع في الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى ما نتج عنه من تعثر لتلك المشاريع وعدم الاستفادة منها في الغرض اللي أنشأت من أجله، وأيضا تنفيذها بشكل سيء، وهذا كله يقوض حقيقة جهود الدولة الهادفة إلى تعديل مسيرة التنمية. ومن هنا يعني من هذا المقام الهيئة تؤكد على جميع الجهات بضرورة وأهمية بل وحتمية تفعيل دورها الرقابي على مشاريعها بما يكفل تنفيذها وفق الشروط والمواصفات، وبالتالي الحفاظ على المال العام. بالتأكيد، احنا نعرف طبعا كما هو سائد ان القانون يصنع ثقافة المجتمع، فما بالك باتباع القوانين المتبعة في الدولة. السؤال الآن، ما هي العقوبات اللي ستطال مرتكبي تلك الجرائم؟ بالنسبة للعقوبات طبعا ستختلف باختلاف الجريمة، المتهمين يعني قاموا بأدوار مختلفة، وبالتالي ما أسند لهم من جرائم تختلف من متهم إلى آخر، فكل جريمة لها عقوبتها، الرشوة لها عقوبتها، غسل أموال لها عقوبتها، التزوير، تبديد المال العام، طبعا أقصى عقوبة لهالجرائم تصل إلى 15 سنة سجن، وهذه مستقلة عن الجرائم الأخرى، فكل جريمة لها عقوبتها. والأدنى؟ الأدنى يقدر قاضي طبعا الموضوع حسب النظام، النظام حدد في كل جريمة حد أدنى وحد أعلى مختلف، حد الأدنى في جريمة الرشوة عن جريمة التزوير عن جرائم غسل الأموال. كما ذكرنا أستاذ أحمد، عدد قضايا فساد تجاوزت 889 قضية وتم معالجتها خلال الفترة الماضية من قبل الهيئة طبعا، فهل هذا يعني ارتفاع مؤشر الفساد في المملكة؟ لا بالتأكيد، ما يعني المؤشر يعني قياس مؤشر ارتفاع الفساد لا أدواته المعتمدة الأخرى اللي تتم عن طريق منظمات يعني محلية أيضا منظمات دولية، يتم فيها استخدام أدوات أخرى، استطلاعات، مسح تقييم، وتصدر تقارير بموجبها، ومن هذا يعني أهمها مؤشر مدركات الفساد، هذا معلوم للجميع، تصدره منظمة الشفافية الدولية. وكما تعلمون آخر تقرير صدر من هالمنظمة شهد تحسن ملحوظ لمركز المملكة في هذا المؤشر، وهذا يدل على خلاف ذلك. كثرة هالقضايا أعزوها أنا في نظري اللي تم ضبطها إلى أنه مؤخرا ضم عدد من الجهات، جهات الضبط وجهات رقابية في جهاز واحد، وأنشئت كذلك وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة، كل هذه يعني مكنتها من تتبع جرائم الفساد وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء لتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم بالإضافة إلى عوامل أخرى. من الرياض كان معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ أحمد بن علي الحسين، شكرا جزيلا لك.